لقطاع الفلاحة الآن، تسبب القرار الولائي بمنع حفر أبار الساقي بمنطقة حراز الفلاحية بلدية الغسول ولاية البيض في اندثار العديد من الحقول الفلاحية وضياع عشرات الأشجار المثمرة بسبب قلة مياه الساقي. نور الدين رحماني والتفاصيل. تسحر الأراضي الفلاحية وتقلص المساحات المزروعة بمنطقة حراز الفلاحية وبمحيطها ببلدية الغسول بسبب قلة مياه السقي بات يهدد الفلاحين بالمنطقة بالبطالة ويدفع بالبرنامج الفلاحي إلى المجهول. ما عدناش ما عطوناش دراسة وما منعنا علينا به نحفر الحواسي، وحنا هذه خدمتنا صاحبي، هذه خدمتنا احنا، هذه خدمتنا احنا باه نعيشوا احنا، نعيشوا بالماء ما مكانش الماء مريضين علينا التراساسين تاع الحفير، قبالك البحار راه موتى. الوضعية أدت إلى ضياع عشرات الأشجار المثمرة. الشجرة هذه كانت اللي عطاونا حوالي 1000 شجرة. لي أنا وحدي، واليوم راها ماتت، ما باغي منها حوالي 50 ولا 60 شجرة، وراها تموت يوميا وحنا نتفرجوا. بصح الحل وراه ما عنديش الحل، الحل هو يعطوني الماء. مديرية الري بولاية البيض أرجعت سبب رفضها الترخيص للفلاحين بحفر آبار السقي إلى قرار ولائي صادر سنة 2003 يمنع حفر الآبار بالمنطقة بالنظر إلى تشبعها وتأثيرها المباشر على المياه الجوفية للمنطقة. وفي انتظار إيجاد حلول جذرية لمشكل افتقاد الماء يبقى حفر بئر هنا أو هناك من الفلاحين وبعيدا عن الرقابة بطريقة تقليدية منهكة الحل المتوفر لمواجهة معضلة اسمها افتقاد الماء.